ايه هي الأنشطة المختلفة اللي بتقوم بيها شركة أرابيان في مصر؟ مجموعة شركات أرابيان شغالة في التطوير العقاري والصناعي والزراعي. العقاري والمشاريع اللي تحتها في ريفا نورث كوست، ريفا حكمة باي، ريفا مرسى علم، ريفا تاون، ريفا جاردن. وبالنسبة للصناعي في عندنا مصنع تدوير إطارات السيارات، وده تخصيص من محافظة البحيرة في منطقة وادي النطرون. وفي سبيلنا إن احنا نخصص أرض في مدينة السادات لمصنع مواسير بإذن الله تعالى. بالنسبة للزراعي عندنا ريفا جاردن من ضمنها 500 فدان هيتزرع رمان، ده للتصدير عموما، بفكرة البيت مع 5 فدادين أو مضاعفاتها بإذن الله تعالى. وفي نفس الوقت بنشتغل مع محافظة البحر الأحمر على استصلاح 10,000 فدان بالجوجوبا بإذن الله تعالى. خليني أسأل حضرتك عن إجمالي حجم الاستثمارات اللي بتقوم بيه شركة أرابيان في مصر. المشاريع اللي احنا مستهدفينها خلال 2017 و2018 في حدود 40 مليار جنيه مصري كصناعة وزراعة وعقار. بالنسبة للتطوير العقاري، حضراتكم مستهدفين كام في المية من السوق المحلي وكام في المية من السوق الخارجي؟ السوق المحلي بنستهدف 40% والسوق الخارجي 60%، والسوق الخارجي ده متوزع على أوروبا والخليج. هتقدروا توفروا مية وكهرباء للناس دي كلها ازاي؟ لا حضرتك، بالنسبة للكهرباء احنا ان شاء الله نعتمد على الطاقة الشمسية بإذن الله تعالى، وعندنا في شركة اسبانية ودي احد شركاتنا اللي موجودة بره ليها براءة اختراع في توليد الطاقة الكهربائية من التجميع الشمسي الحراري. وبالنسبة للمياه احنا بنفكر في ريفا تاون يكون في محطة تحلية مياه خاصة بالمشاريع بتاعتنا. أي درجة حضراتكم بتعتمدوا على الإنترنت والسوشيال ميديا في خططكم التسويقية؟ نقدر نقول 85%، لأن السوشيال ميديا دلوقتي هي العصب أو العنصر الرئيسي للماركت والمبيعات. قدمتوا فيلا كاملة هدية للكابتن عصام الحضري تمام. في منتجع ريفا كوست، لو أنا ريفا هو هيكون ريفا نورث كوست أو ريفا حكمة باي، احنا هو كان موجود معانا أمس امبارح امبارح وقلنا له دي موجودة ودي موجودة، وله حرية الاختيار في المكان اللي هياخد فيه الهدية بتاعته إن شاء الله. الإنسان اللي يقدر يعمل حاجة لمصر يبقى إحنا سبورت له، إحنا داعمين له. لو واحد عنده براءة اختراع إحنا وراه، واحد عنده أثبت وجوده في مجال معين إحنا وراه برضه وجنبه. هل في آلية واضحة إنه يتقدم بفكرته أو باختراعه لحضرتك؟ طبعا، لأن إحنا هنكون مشاركين معاه في ده، هو هيكون بالفكرة وإحنا داعمين بطريقة التنفيذ أو بطريقة الماركت بتاعه أو بالطريقة اللي احنا ممكن نتعاون معاه بيها ومشروعه يرى النور احنا جنبه. احنا بنفكر دلوقتي بإذن الله تعالى في ريفا تاون اللي هي المدينة السكنية اللي على طريق الساحل بإذن الله تعالى، هيكون فيها مستشفى لخدمة السكان طبعا، فبنقترح ان يكون مستشفى فيها جزء للعلاج مرض السرطان، وده بإذن الله تعالى يكون مساهمة منا لمحافظة مطروح والساحل الشمالي.